قوات كبيره جدا الان تحشد في مدني للمعركه الفاصله الدعم السريع، عارف ان احنا جايينه وهو بعد ما نصلون وحنتحرك يوم 26/11، وزي كل مره بنتحرك فيها نختار يوم 26/11 نتحرك الاسبوع الاول. الاسبوع الثاني حتكون العمليات العسكريه واقفه، بسد الفرقه بتاعت غياب الجيش ده منه. العمليات العسكريه حتتحرك وحتتعطل ثاني، احنا بالطريقه دي لحد يوم القيامه. الموضوع بتاع انه العمليه العسكريه وقفت بسد الفرقه بتاعتهم. إسرافي جاب بشريات جديدة وأخبار جديدة عن موقف العمليات عام في منطقة البحري، فيها تقدمات كبيرة جدا من القوات المسلحة في منطقة البحري، وجيش طبعا حصل لحد مجمع الزرقاء في منطقة مقرن واستلام بعض المواقع، وأمس كانت فيها جغمة كبيرة جدا في منطقة مقرن، وأيضا فيها تقدمات كبيرة جدا في الجزيرة. وانسراب يتكلم عن فيها حشد كبير جدا من الجنجوي طبعا في مدني وكوبري بيكا. وانسراب ايضا يتكلم عن موقف الجيش جبل اولياء وجيش مناقل، وفيها تحركات كبيره جدا من الجنجوي طبعا في محور مدني. انسراب يتكلم موقف جميل جدا محاور الجزيره. قلت نستمع بعد ان نحل الموقف. في الساعات اللي فاتت اخوانكم في بحري يعني ماشيين تقدم كبير جدا وانتصارات كبيره جدا، وصلوا لحد مجمع الزرقاء، ودي اهم نقطه في بحري الان. مجمع كبير، مخازن سلاح، اجهزه تشويش، قناصه، داسين عربات، يعني كل مره احنا بنصل المجمع ده بعمليات خاصه او بمسيرات او بتدوين من بعيد. فالليله احنا في الوطن نصل الحته دي ما بنرجع تاني، يعني الناس تكون مطمئنه ان شاء الله. يعني رغم ان المحاور واقفه لكن المحور ده ماشي يحقق انتصارات كبيرة. اخوانكم في المجرم برضو بيحققوا في انتصارات كبيرة، وحاول العدو في الساعات الفاتت يهجم على بنك السودان، وكان بقيادة بيلو اللاعب الجديد اللي انتقل من صفوف القوات المسلحة للميليشيا، ماشي خسر له دبابتين بالطاقم حقهم. يعني كان قائد العملية بتاعت محاولة إعادة بنك السودان، والقوة الحشدها وجمعها وجابها كلها بمدرعاتها بكده هو مرقته كرعينه، ونشوفه قريب في الميدان إن شاء الله. وما عندنا له حاجة. بتبقى العملية المشكلة الأساسية الآن في المخطط والمؤامرة على ولاية الجزيرة. المخطط والمؤامرة ده عنده حلول واضحة، يعني الناس لو قعدت فكرت اخترعت حلول، ألفت، ماطلت، اتأخرت، الحاجة دي ما عندها حل إلا إن احنا نكون فرقة من كل السودان، وفي كل ولاية تتكون فرقة من كل المكونات القبلية، والإدارة والإشراف حقها يكون على يدهم. المسألة بتاعت إن احنا بنحيي في موضوع الإدارة الأهلية في الولايات، الموضوع ده الناس برضو يعني ما عارفة أهميته. النموذج ده مفروض يتطبق والآن بصورة واسعة وسريعة في ولاية الجزيرة. موضوع إنه الإدارة الأهلية هي اللي تشرف على المتحرك ده بيعوضنا عن المجلس التشريعي المفقود. ما هو صوت المواطن ده حيصل للسلطة كيف؟ حيصل عن طريق تسلسل هرمي معروف إنه يكون في مجلس تشريعي فيه ناس منتخبة من من درجات المواطنين من البداية، من الحلة، من القرية، من الشارع، من الحلال، لحد ما تصل مجلس تشريعي ولاية، وبعدين يصل مجلس تشريعي أو برلمان منتخب في العاصمة، ويكون هو صاحب السلطة الأعلى من رئيس الجمهورية، واللي هو يقرر في الحاجة اللي بتحصل الآن. إحنا الحاجة دي غايبة، ما عندنا تمثيل يعني برلماني، ما عندنا تمثيل شعبي، ما في زول بينقل صوتنا للسلطه ومطالب الناس الا عن طريق اللايف او عن طريق الناشطين اللي بيكتبوا في صفحاتهم، او كل منطقه يكون عندها ولدها بيكتب. فلما تحصل الازمات حسي بيلقى لي مقالات يقول لك اللايفاتيه، يعني زول ساكت 19 شهر بعين في ناس اللايف ديل هم بيحاربوا في الاعلام الدولي وبيفشلوا في مؤامرات
وبيوحد في صف الشعب السوداني وبيدعموا في قواتنا المسلحة وبيصنعوا في المبادرات. يجيك الواحد الليلة يكتب له مقال يبدي لك بتاعين الله فوالله فاطيه. انت حقير كنت وين عشان حس احنا ذاته نسمع لك؟ انت كنت وين لما الرجال ذاته بيقاتلوا في الميديا وبيقاتلوا في الميدان بيصدوا للمؤامرات دي وبيفشلوا في المؤامرات اللي بتحاك ضد السودان؟ كنت وين انت؟ وتحية هنا لأخواننا في قبيلة الرفاعات وقبيلة رفاعة، أول ناس أعلنوا في ولاية الجزيرة استعدادهم بالمقاتلين واستعدادهم بالسلاح وجهوزية إنهم يدخلوا في المجلس ده، دي أول قبيلة أعلنت الحاجة دي. هي تحت إمرة القوات المسلحة وتحت إمرة باقي الولاية وباقي المكون القبلي، والناس دار تقعد تشوف حل الموضوع ده. تمادي الميليشيا في اللي بتعمل فيه وتأخر العملية العسكرية. أنا بقول في الكلام ده الليلة ليش؟ لأنه هتفرحوا بعد يومين ثلاثة بتحرك القوات المسلحة. التحرك البلف ما في يدنا. هنتحرك الشهر ده وده حاجة موضوع منتهي. هنتحرك في الساعات القادمة، ده موضوع منتهي بإذن الله. إن شاء الله هتشوفوا تحرك القوات المسلحة. هنتحرك أسبوع 10 يوم هنجي نرجع للمشكلة تاني اللي غياء ما عندنا سلاح. امداد السلاح بتاعنا هينقطع. الذخيرة الحسي قاعدة في السودان دي كلها مخطوطة في بند الدفاع، ما في بند الهجوم. ما عندنا طلقة واحدة مخطوطة في خانة الهجوم. ليه؟ لانه والله مقفول مننا البلف. عشان نعالج المشكلة بتاعت البلف دي هنعالجها بإذن الله. هسه تحركات البرهان اللي انت شايفها دي كلها في اطار انه يلقى لها حل. بيلقى لها حل مؤقت. هنتحرك شهر زي ما تحركنا يوم 26/9. احنا في 26/9 ده واقفه العمليات العسكريه قباله بكم شهر، باربع شهور. اربع شهور احنا ما خدنا لنا كام معركه، صبرنا لحد خمسه شهور احنا صابرين لحد شهر 9 يوم 26. اتحركنا في جبل مويه وتحركنا في كوبري الحديد وصلنا المقرن وتحركنا في بحري قطعنا الكوبري، وحتى الان احنا داخلين في شهر 11، دي شهرين العمليه دي. اخر عمليه متحرك اشتغلناه في الجزيره كان قبل 3 اسابيع في المحور الغربي، وصلنا بيكا مرتكزين في بيكا 3 يوم، بدينا نخش على مدني، حس الدعم السريع بدا يحشد في مدني. قوات كبيره جدا الان تحشد في مدني للمعركه الفاصله. الدعم السريع عارف انه احنا جايينه وهو بعد ما نصلون، وحنتحرك يوم 26/11 وزي كل مره بنتحرك فيها. نختار يوم 26/11 نتحرك الاسبوع الاول. الاسبوع الثاني حتكون العمليات العسكريه واقفه. بسد الفرقه بتاعت غياب الجيش ده العمليات العسكريه حتتحرك وحتتعطل ثاني. احنا بالطريقه دي لحد يوم القيامه. الموضوع بتاع انه العمليه العسكريه وقفت بسد الفرقه بتاعت ابنه. هتشوف المتحركات بتاعت الدعم السريع 7 تأشيرات هتمشي تاني تخش القرى وتاني تمشي تبيد المواطنين. خشوا غرية ودخلوا الرجال المدارس وبدوا في المذبحة بتاعتهم. هتلقوا الفيديوهات وهتلقوا المعلومات حسة هتطلع منهم. هنقعد نتفرج في الفرقة دي بتين. الجيش بيقول لك والله انا ممسوك مني السلاح واحنا ساعين وبنعمل في اتفاقيات وفي تحركات السيد القائد العام وسفريات السيد القائد العام، وبكره ماشي السعودية للقمة الإسلامية دي، وبعديها يمشي حتة تانية وبعديها يمشي حتة تانية، كلها في مسعى انه يحل الموضوع بتاع المعركة ده، وانه يحل الموضوع بتاع المجهود الحربي، وانه يوفر ذخيرة وسلاح. تاني هيحصل انه الجهات البرة بتفاوض. الليلة لما الامارات تطلع عليه بيان تقول ليه الاطراف المتحاربة كلهم اجمعوا على كلمة ما طرفي الحرب ولا حرب عبثية ولا حرب الجنرالين. بيقولوا عن اطراف الحرب بيرتبوا لمرحلة قادمة. تجهيزاتنا الآن نقل استثماراتنا ومطاراتنا وقواعدنا العسكرية لجنوب السودان وأثيوبيا، ويتبرعوا بأنه يدفعوا لهم 738 مليون دولار عشان يربطوا جنوب السودان مع أثيوبيا. ده بالتأكيد لمحور السودان. ما في زول يكون ما فهم المعركة دي ماشية على وين. في الزول المكلف بالفتنة والصواطة السفيه الحمدابي قال متحرك صرف المليوني 200 حيطلع من تلفونات المواقع وينزل على ارض الواقع للمشاركه في المعركه، ولا السؤال ممنوع؟ بنجاوب عليه وبنقول له المتحرك المليوني ده انت ما جبت صورهم قبل 9 شهور،
الاستنفار في الدبة وفي الشمالية وفي شندي وفي عطبر اللي كنت بتنزل وتتمسخر في معسكرات الكنداكات، ده ما هو ده متحرك صرفة، ده مش شغال، ده مش شغال. الحرر بحري والحرر ام درمان وكرري، المستنفرين اللي كنت بتجيبه انت تقول الليله الجيش دخل عمليه قتل 39 من المستنفرين، ما تودوا اولادكم، انت نسيت ولا شنو؟ انت قال متحرك صرف المليون ده ماشي طالع الليله، ده ما متحرك صرف اللي عملت له معسكرات في الجزيره، وصلوا المستنفرين 41 الف مقاتل، ما كان عندنا لهم سلاح كافي، ما هم نزلوا في الميدان، انت متحركك وين؟ انت وين؟ قال ولا السؤال ممنوع، سؤالك ما ممنوع، واحنا بنجاوب لك حسي، بنقول لك المتحركات دي اجبرت الحاميه العسكريه المتواطئه معاك في الدبه انها تفكك وتطلعك بالمطار والمعبر بتاع ارجين، ادوك جوازك وعارفين انك انت بتعمل في شنو، لانه لو كان صبر وانت ذاتك ما صبرت، انت ما اعتقلوك تحفظ عليك انت، لان انت عارف اولاد حلتك كانوا في الحله في البيت انت ما كنت بتبيت. ده المتحركات المليونيه، ايوه دي ذاتها، دي ذاتها اللي خلتك انت تتعطل من اي عمليه عسكريه، انت كنت قادر تخش سنجا؟ كم من سحاب القوات المسلحه؟ ما المقاومه الشعبيه كانت مثبتاك 7 شهور انت ما قادر تتحرك، لحد ما ضمنت اختراقك للمقاومه الشعبيه وسيطرتك عليها عن طريق القوات المسلحه وانسحاب الجيش في الفرقه 17 من سنجا حتى انت خشيتها، السوق انت ما كنت قادر تخشها، الدندر ما قادر تخشها، سنار ما قادر تخشها، عشان المقاومه الشعبيه، عشان الجيش المليون ده قاعد حسي احنا بنستعيد فيه. الشيطان ده سفيه الحمدابي كيده ضعيف، احنا بنفهمه، انا بفهم الشيطان بفكر كيف، بتدردق له الحاجه يا معلم بتخليه يمشي فيها، بتطلع له الحاجه المؤسسه. المقاومه الشعبيه اللي حسي انت بتتكلم فيها والمليونيه هي طالعه عليك، موضوع ده منتهي، والدليل انت ما قادر تخلي لك قادر واحد من قحتي قاعد في السودان، انت ما بتقدر تواجههم حس، انت في الواقع وين؟ احنا قاعدين في المواقع وناس الميديا وجيش المليون بتاع، انت كده في الواقع وين؟ انت وين؟ مناطق سيطره الميليشيا اللي بتتكلموا عنها دي هيحرسوكم الخواجات اليو ان، غير كده ما في زول هيحرس الميليشيا، لان الميليشيا دي الان بالنسبه لي هي دخلت الفرن، موضوع انتهى، اتقفلت في كماشه حقيقيه. الجرائم اللي بترتكبها الميليشيا في الهلاليه عشان قدره الميليشيا، لا لانه جيشنا ما وصل، ما لا عشان الميليشيا قادره تعمل اللي بتعمل فيه ده، لانه جيشنا ما تحرك، لانه جيش الشرقيه والمناقل ما تحرك. الشهود العيان، الفيديوهات اللي بيرفعوها للقوات المسلحه والتشكيلات العسكريه الحربيه في المناقل، انت عندك القاعده والحاميه بتاعت جبل اولياء ما كلها قاعده في المناقل. ده جيش راسه عديل. جيش معمول في سنه 1929. جيش راسه عديل. النجومي ثلاثه اربعه حاميات عسكريه في قاعدة جبل أولياء، محلج الدخينات ده كله ما قاعد في المناقل، أضف له الدينارية الفرقة الأولى، أضف له جيش المناقل، أضف له المتحركات اللي طلعت من كرري، أضف له المستنفرين اللي قادوا المعركة في الخرطوم، كلهم قاعدين في المناقل. أنا بقول لك ليه ما تحركوا يا سفيه الحمدابي؟ أنت ما تفتكر إنه الميليشيا الليلة دخلت تنبول ولا دخلت رفاعة ولا الهلالية بقدرتها؟ لانه احنا ما تحركنا لين عشان نجي نتحرك، انت قاعد انت مخلي الجيش يتحرك، انت ما رئيس وزراء بيطلع بيقول انا داير اعمل مناطق امنه للمدنيين وداير اوقف الطيران حق الجيش، بيقول عديل حمدوك داير توقف الطيران حق الجيش لشنو؟ داير انت توقف طيران الجيش لشنو؟ عشان نحمي المدنيين، انت المدنيين ما طلعتهم وديتهم مناطق امنه، خليني بعد ده طيران يشتغل ولا شنو؟ هسي المواطن اللي في رفاعه ده مش قلتوا تعرف تعملوا له مخارج امنه؟ نطلع المواطنين اللي في رفاعه وفي الهلاليه وفي ازرق وفي السريحه. صح؟ اي ما يبقى جيش مع الدعم السريع. تاني توقف الطيران ليه يا حمدوك؟ عشان تعرف انه حمدوك شغال مع الميليشيا. انت مش قلت تقدر توقف الطيران لانه بيخصف المدنيين ولا بيخصف الميليشيا؟ قالوا عشان بيخصف المدنيين، سوق المدنيين في الجزيره كلهم خطهم في مناطق امنه، ليه تخط الشرطين مع بعض؟ شرط خروج المدنيين لمناطق امنه وحمايتهم بقوه دوليه وايقاف الطيران بتاع القوات المسلحه، ليه تخطهم مع بعض؟ ما خلاص مرقت المدنيين، ثاني الجيش ما حيكتلهم، معناه الجيش حيكتل المرتزقه والميليشيا، ليه تحظر طيران الجيش؟ الشرطين ما بيجي، ما واضح انه حمدوك مستغل فكره انه دار يمرق المواطن يامنه ويعالجه وياكله ويخطه في منطقه امنه عشان يوقف بالحجه دي تقدم القوات المسلحه وتقدم الطيران، ده شغل حمدوك الان الشغال فيه سياسي، منو اللي بيديه الفرقه؟ قواتنا المسلحه، ليه؟
لان عندنا مشكله بتاعت ذخيره. انا خدت رتب، خدت الويه، خدت فرقه، خدت وزير الدفاع. وين وزير دفاعنا؟ قال بيمنح شنو تعمل ناطق رسمي باسم وزاره الدفاع؟ قال بيمنح شنو انكم وقت انسحبتوا سبتوا قواتكم من الجزيره ومن سنار ومن وروا المواطن انه يطلع بوين؟ تتحمل المسؤوليه حقت الحياه، توجهه انت عشان ما يطلع عليه كل يومين وثاني واحد صعلوك يكتب لي مقالي يقول لي الله يفاتيه سايقين الناس. سايقين الناس لانه الدوله ما قادره تقوم بواجبها. اعذار بحاجات ما بتاعت قروش. في حاجات بتتعامل بالقروش وفي حاجات ما بتتعامل بالقروش. واجب وزير الدفاع حسي في اللحظه دي يطلع يوريني بيحصل شنو في الجزيره. لانه يعمل بصمت والله زول انتوا ما عارفينه، ما داري عارفه انا ذاتي، انا مالي وماله عارفه، ما موظف بتاع دوله، ده علاقتي معاه ماله، ما تقعد تمجد ليه في الزول ساي. وين وزير الدفاع من اللي بيحصل في الجزيره الان؟ وين المتحركات بتاع السنار؟ وين المتحركات بتاعت النيل الابيض؟ وين المتحركات بتاعت النيل الازرق؟ وين المتحركات بتاعت الخرطوم؟ وين القوه بتاعت الاحتياطي؟ وين الطيران اللي بيقطع خطوط الامداد؟ القومه والقعده دي كلها في انه الطيران بتاعنا يجيف، هو الطيران اساسا واقف، وين الطيران؟ وداير له قرار من حمدوك الطيران ده، وين الطيران حسي؟ ليه واقف الطيران؟ دي حاجات دايره لويد، دي حاجات دايره قروش، دي حاجات دايره عقوبات دوليه، لما نعمل لي ناطق رسمي للقوات المسلحه، اعمل لي ناطق رسمي لوزاره الدفاع، وزير الدفاع يطلع يوريني الموقف والمشهد العام بتاع المعركه، يكون عنده تقرير يومي، تقرير اسبوعي، تقرير اقل حاجه في الشهر مره واحده يظهر لي، مره واحده ما دار يظهر لي. انتوا الحارب دي مدفوعين فيها ولا عملوها غصبا عنكم ولا انتوا خدتنكم في المواقع دي بدون رضاكم ولا الحاصل شنو؟ انا داير افهم حساباته للهلاليه شنو الدعم السريع. خد نفسك محل الدعامي ده، حساباته حتكون شنو؟ هو محاصر من اربع اتجاهات الدعامي، عنده ذخيره بتكفيه للدفاع، الان ما عنده ذخيره بتكفيه للهجوم. انا حمشي اناوشه اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بخلص ذخيرته دي، في النهايه حجيو امداد من وين؟ حجيو من الطريق بتاع رفاعه بقف له، حجيو من الطريق بتاع مدني بقف له، حجيو من الطريق بتاع سنار بقف له، الشارع البيور اللي بيجي من سنار يا غسان بتعرفه صح؟ بقف له. الدعامي ده ثلاثة السنة 12 يوم ما قادر امشي له، هسه تمن 14 يوم ما قادر امشي له. الدعم السريع ما قادر امشي احاربه، اخليه يخلص ذخيرته دي بس فيني ساي. امشي احاصره بس يعرف انه انا محاصر الهلالية، اللي بيمنح شنو انه انا اصل هناك يا غسان؟ الدعم السريع جاب الالغام الزرع بيها الولايات الجزيره دي كلها قفلها الغام، كيف يعني؟ كيف عمل الحاجه دي الدعم السريع؟ والغلط ده غلط منه؟ الغلط ده غلط منه؟ ده غلط منه؟ ما هو انا ناسي عندي مشكله بالمناسبه عشان الناس تكون مطمئنه يعني. نحن خدت المشكله دي قدامنا. الجيش هيحل الموضوع بتاع الذخيره ده حسي باذن الله. والمخزون الموجود الان ده للدفاع مخزون المخازن كلها مليانه ذخيره، ده هيديه للمقاتلين في الميدان باعتبار انه في شحنات بتاع الذخيره جايه في الايام الجايه دي، هيفك الشغل، المحاور هتتحرك، هتتحرك اربع يوم، خمسه يوم، تسعه يوم، 10 يوم، هتجيف. محل ما وقفنا ده الدعامه تاني هيبدوا تاني يرجعوا نفس النظريه، وتلقى حمدوك المره دي هيمشي المانيا، تلقاه في برلين ماشي يعمل لنا اتفاقيه مع 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 المانيا انه يوقف الطيران حقنا ويعمل مناطق امنه وينزع السلاح من الجيش. تاني طب نتفادى المشكله دي كيف؟ نتفادى المشكله دي بوجود الاداره الاهليه التي تدير المعركه في الولايه، ما يكون عندها ارتباطات واجنده زي سياسه الدوله، قاده الدوله، الحاجه دي مفروضه عليك بالمناسبه. اسمت الليله لو محل البرهان ده كراعك فوق رقبتك في حاجات لازم تستجيب لها. هتقدر تتعامل مع، لازم تتعامل مع السعوديه دي تكون لابس روب، ما معروف يقول لك قلع بيتين، انت بتكون قاعد محترم كده لكن لابس روب، تحت قاعد ساي. السعوديه بالنهار بتعمل اجتماع مع مجلس الوزراء السعودي يقول والله يا اخي المشكله في السودان دي احنا بنحلها سياسيا، وعلى الاطراف المتحاربه يجينوا بالليله. السعوديه ممكن ترسل السفير حقها يرجع البرهان ب 200 مليون دولار عادي بيعملوها. عشان كده البرهان حسي ساكت ليهم لانه عنده حاجه عامله معاهم. تدخل السعوديه في الموقع حق انا ما قادر ارد له ليه؟ لانه قاعد يسكتونا بقروش مشترين ميتين ذمتنا ذاته، لانه موقع الرئيس لازم يكون فيه املاءات وضغوطات، واللي انت دوله هتحلق
اذا دولة طلعت من الاسر ده والحصار ده هتحلق، هتبقى امبراطورية، هتبقى امة حرة لا يسمح لها غير مسموح. السعودية بالنهار تتطاول علينا، وزير خارجية تتطاول علينا، بالليل البرهان بيرجعوا بيها حاجة. راجعينه ولا ما راجعينه؟ ما راجعينه، لا راجعينه. شفته انت الزول ده راجعوه؟ والله انا ما شفته، لكن انا عارف انه عندي 15,000 مقاتل قاعد في السعودية، ونساء الهلالية يباعوا في اسواق خارج السودان والله العظيم، ونساء الجزيرة تباعوا في الكاميرون والله العظيم، ونساء قبيلة المساليت اتكتلوا، اولاد ورجال قدام اتحرقوا في غرف 600 نفر، دخلوهم في غرفة 4 في 4 حرقوه لحد السقف. ايوه، وانا شايف جيشي قاعد في السعودية داير زول فسار، داير مفسر بتاع احلام، الشغل ده ما دار علماء ولا دار فقهاء ولا دار مفسر. اللي بيحصل في السودان ده حلم، دار مفسر احلام، ولا في اسوأ كوابيسك ممكن تتخيل الحاجة دي. النساء في الجزيرة الان وانا بتكلم معاك، رجال مقبوضين مع خطوطين في مدرسة، كل الرجال بتعين القرية، والنساء الدعم السريع بيفعل فيهم ما يشاء، ولك ان تتخيل. حاضر، واحنا عندنا جيش حسي بيسمع في اللايف ده راقد في مرتبة دبل في السعودية، قدامه كبسة وتفاح، مرتبه بيجيه رسالة تن، مرتبك نزل بالريال، كل همومه كلها انه يشوف سعر الفرق بتاع الدولار مع الريال عشان يحول لأهله. ايوه ماسكين أهله، ماسكين اي حاجة. انت ما موظف هناك طبيب؟ المقاتل اللي قاعد في السعودية ده ماسكين، في واحد فيهم الناس ماسك له 48 اسرة. عارف انت المشكلة وين؟ انك انت مخزن، مخزن حسي، انا محتاجك في الميدان وانت راقد هناك في الكنداشة. محمد بن سلمان قابضك والله، قابضكم، وانا بقول دائما البرهان بقول له السعودية دي اختاها، ما قاعد يسمع كلامي، وانا قلت كلامي وما بقى الواطة. شفت انت يا برهان نهايتك هتكون في السعودية والله العظيم. بشريات الجيش من منطقة بحري صحيح فيها تقدمات كبيرة جدا جدا، واستلام بعض المواقع في منطقة بحري بالذات طبعا مجمع الزرقاء والمقرن وجزيرة، برضو استلام مواقع كبيرة جدا جدا على محور رفاعة. صحيح انسراب يتكلم طبعا عن موقف بحري فيها بشريات وفيها تقدمات كبيرة جدا جدا من القوات المسلحة في محور بحري. بحري في الايام طبعا فيها تقدمات كبيرة جدا جدا من القوات المسلحة، وانسار قريب ان شاء الله. ايضا فيها حشد كبير طبعا من جنجويد طبعا في محور مدني، في الايام طبعا فيها تحركات طبعا كبيره جدا جدا في على مستوى مدني طبعا الجنجويد، فيها تجمعات كبيره جدا جدا في مستوى على مستوى مدني. وايضا انسرابي يتكلم عن الموقف بتاع مدني وكوبريبيكا، فيها تقدمات كبيره جدا جدا من قوات المسلحه في جميع محاور كوبريبيكا، لكن في الايام دي طبعا انتشار كبير جدا من الجنجويد طبعا في محور مدني. وايضا انسرابي يتكلم طبعا عن موقف بتاع جيش جبل اولياء وجيش المناقل، وتحرك نحو تمول ورفاعة وحلاليه وازرق، وإعلان طبعا مليون جندي، لأنه دي يتكلم عنه كثير طبعا الانسرافي، وإنسان قريب إن شاء الله، وقريبا إن شاء الله يتم إعلان طبعا مليون جندي في محور الجزيرة. دي كانت بشريات طبعا، بشريات صباحية من انسرافي على مستوى بحري وعلى مستوى مقرن ومنطقة أم درمان برضو فيها تقدمات كبيرة جدا على حية العمليات وقوات أبو طيرة طبعا في محاور أمبدة وسالها طبعا برضو فيها تقدمات كبيرة جدا جدا من قوات المسلحة، وانسار قريب إن شاء الله. تحياتنا شباب، شكرا لكم اللي قدام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.